الغاشم الذي هجر أكثر من 6 ملايين. بسم الله الرحمن الرحيم، رسالتنا اليوم على ضرورة تقديم الدول المانحة للدعم اللازم للأوروا لتخفف من معاناة شعبنا الفلسطيني في المناطق الخمس، ونؤكد على أن حق العودة حق مقدس وحق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم ولا بالإجراءات الاحتلالية. واليوم نؤكد على أننا موحدون في مواجهة صفقة القرن وقرارات الضم. هذه الفعالية تتزامن مع فعالية بالضفة الغربية في الأغوار لمواجهة قرارات الضم، لنؤكد على ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني من خلال وقف السلطة الفلسطينية للتطبيع أو للتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني وسحب الاعتراف بهذا الكيان الصهيوني، وضرورة تحقيق المصالحة، وضرورة اجتماع الإطار القيادي المؤقت للتوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية لمواجهة قرارات الضم وصفقة القرن. التأكيد على حق العودة للاجئين وتأكيد على بقاء الأونروا كشاهد حي لمأساة ومظلومية الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير الدعم لاستمرار بقائها وتقديم خدماتها لشعبنا اللاجئ إلى أن يعود لأرضه. نحن الفلسطينيون نناضل ضد الاحتلال وضد التهجير وضد التوطين. التوطين بالنسبة لنا مرفوض، وقضية اللاجئين هي صلب القضية الفلسطينية التي يراد تصفيتها الآن من خلال صفقة ترامب نتنياهو ومشاريع الضم التي تقوم فيها إسرائيل لتهويد الأرض الفلسطينية ولإنهاء القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. فهذه جزء من المسيرات المستمرة مطالبة باستمرار ومناشدة الأمم المتحدة ودول العالم استمرار دعمهم وبقاء الأونروا كشاهد حي لمظلومية اللاجئين واستمرارهم لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله حتى رحيل الاحتلال وعودة اللاجئين لديارهم التي شرد منها قسرا بموجب القرار الأممي 194. يعني في يوم اللاجئ الفلسطيني، أولا هناك عدة رسائل نؤكد على معاناة اللاجئ الفلسطيني في المناطق الخمس في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن، وما يعاني من وضع اقتصادي صعب، لجوء وحرمان وحالة اقتصادية سيئة بسبب تراجع خدمات الوكالة خلال السنوات الماضية بسبب تراجع المانحين. أيضا نؤكد في هذا اليوم أن حوالي 6 مليون فلسطيني في الداخل وفي الشتات يصرون في هذا اليوم على تأكيد حقهم في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها وفق القرار الأمم 194. أيضا في هذا اليوم نوجه رسائل إلى الأمم المتحدة لحشد أكبر قدر ممكن من الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني الأونروا، التي تستطيع أن تقدم خدماتها وخاصة في مجال الصحة وفي مجال التعليم وفي مجال الإغاثة. والرسالة الرابعة نقول أن حق العودة حق مقدس غير قابل للتفاوض، وأن شعبنا الفلسطيني بعد 72 عام من اللجوء والحرمان لن يقبل بأقل من دولة فلسطينية وحقه بالعودة إلى أراضيه التي هجر منها. والنقطة الأخيرة نؤكد أن اللاجئين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي مناطق اللجوء يدخلوا العام 73 وهم أكثر إصرارا على تمسكهم بحق العودة، مدافعين عن حق شعبنا الفلسطيني وإبراز معاناتهم إلى المجتمع الدولي الذي يقف صامتا أمام ما يرتكب بحق اللاجئين الفلسطينيين سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو من قبل التضييق في بعض أماكن اللجوء والشتات.